كابتن الفريق ده 11 سنه في النادي الاهلي. انا مبسوطه جدا ان احنا السنه دي خدنا الكاس وطلعنا اول الحمد لله. مثلي الاعلى في الفولي مريم متولي اختي، وبحب اشكر كابتن نجلاء وكابتن نسا على تعبهم ومجهودهم الجامد معانا في السيزون ده. انا اسمي اسماء الحكم مصطفى، لعبه في النادي الاهلي تحت 11 سنه بنات ومركزي ليبرو، وانا مبسوطه جدا ان احنا خدنا الكاس في المركز الاول، وانا مثلي الاعلى في مركزي كابتن ساره طلعت، احسن لعيبه في افريقيا في النادي الاهلي، واحب اشكر كابتن يوسف وكابتن نجاة وجودهم طول الموسم معانا. انا اسمي عايده الخضري، انا بلعب تحت 12 سنه بنات. انا فخوره ان كابتن يوسف وكابتن نجلاء مرنوني وهما ناموا فيا حاجات كتير قوي، ومبسوطه ان انا خدت الكاس للمره الثانيه في حياتي ومثلي الاعلى زي اي شاب. انا اسمي ملك علاء، بلعب في النادي الاهلي تحت 12 سنه، ومبسوطه طبعا ان احنا خدنا الكاس في المركز الاول مع كابتن ياسر عبد الكريم وكابتن نجلاء فوزي، ومثلي الاعلى محليا هي كابتن ياسر عبد الكريم، وبحب اشكر الكابتن كابتن ياسر عبد الكريم وكابتن نجلاء فوزي على مجهودهم معانا الموسم ده. انا اسمي ندى مدحت، بلعب تحت 12 سنه في النادي الاهلي. مبسوطة جدا ان احنا اخدنا البطولة. مثلي الاعلى آية الشامي، واحب اشكر كابتن يسرى وكابتن نجلاء على كل مجهودهم معانا. انا اسمي ملك حمدي، انا بقالي 12 سنة في النادي الاهلي، انا مبسوطة جدا ان احنا خدنا السنة دي البطولة وخدنا السنة دي كاس. انا مثلي الاعلى ندى وليد عيسى، انا احب اشكر كابتن يسرى وكابتن نجلاء على تعاملهم معانا السيزون ده. انا اسمي حور وليد، لاعبة كرة طايرة فريق 12 سنة بنات. أنا فرحانة إن احنا خدنا البطولة وطلعنا أول، ده من فضل ربنا الحمد لله، ومن فضل كابتن يسرى عبد الكريم وكابتن نجلاء فوزي. أنا مثلي الأعلى مامتي اللي هي كابتن نجلاء فوزي. اسمي نور أسامة، بلعب في النادي الأهلي تحت 12 سنة بنات، وأنا فرحانة قوي إن احنا خدنا الكاس السنة دي، ومثلي الأعلى كابتن شروق فؤاد، وأحب أشكر كابتن يسرى وكابتن نجلاء على انا عناني، بلعب فولي في النادي الاهلي تحت 12 سنه، وانا فرحانه قوي ان احنا خدنا البطوله السنه دي. ومثلي الاعلى في الفولي اي الشامي، وبشكر كابتن يسرى وكابتن نجلاء على تعبهم معانا طول الموسم. انا زمانه هاني، بلعب تحت 12 سنه بنات في النادي الاهلي. مبسوطه ان احنا خدنا الميداليه والحمد لله. شكرا كابتن نجلاء وكابتن يسرى على تعبهم معانا طول الموسم، ومثلي الاعلى ندى وليد لان يحب لعبها جدا، ان شاء الله ابقى زيها يعني. انا اسمي لوجين باسم، بلعب تحت 12 سنه في النادي الاهلي، وانا مبسوطه ان احنا حققنا المركز الاول واخدنا الكاس، كل ده طبعا بفضل ربنا اولا طبعا، وبعديها كابتن نجلاء وكابتن يسرى، ومثلي الاعلى هي كابتن يسرى عبد الكريم، واتمنى اشوف نفسي زيها في يوم من الايام. انا اسمي ملك حمدي، انا بلعب 12 سنه في النادي الاهلي. انا مبسوطه جدا ان احنا خدنا البطوله وخدنا الكاس السنه دي. انا مثلي الاعلى ندى وليد عيسى، انا احب اشكر كابتن يسرى وكابتن نجلاء على تعبهم معانا السيزون ده. انا دودي احمد عاصر، انا بلعب في النادي الاهلي في فريق تحت 12 سنه. انا مبسوطه جدا ان احنا خدنا البطوله السنه دي بالمركز الاول، وانا مثلي الاعلى كابتن يسرى عبد الكريم وكابتن منى عبد الكريم، واحب اشكر كابتن يسرى وكابتن نجلاء على تعبهم معانا، وده اللي الحمد لله ربنا كرمنا بيه ووفقنا وخدنا المركز الاول. انا اسمي شذى خالد، بلعب في فرقه 12 سنه في الاهلي، وانا سنه خدنا مركز في القاهره، وانا فخوره جدا ان كابتن يسرى وكابتن نجلاء مرنوني السيزون ده، ومثلي الاعلى في الفولي فريد العسكراني وآية الشامي. انا جانا احمد، بلعب تحت 12 سنه، ومبسوطه جدا ان احنا خدنا اول على الجمهوريه، وبشكر كابتن نجلاء وكابتن ياسر على المجهود اللي هم عملوه مع الفرقه، ومثلي الاعلى في اللعيبه آية الشامي. انا اسمي ياسمين علاء، انا بلعب في النادي الاهلي تحت 12 سنه، مثلي الاعلى كابتن آية الشامي. انا فرحانه جدا ان احنا خدنا الكاس وخدنا مركز اول السنه دي، بشكر كابتن نجلاء وكابتن ياسر على المجهود السنه دي. إيريني مراد، بلعب تحت 12 سنة بنات في النادي الأهلي. طبعا فرحانة جدا جدا إن احنا خدنا كاس بعد تعب ومجهود سيزون كامل. مثلي الأعلى كابتن أحمد صلاح، وأحب جدا جدا أشكر كابتن يسرى وكابتن نجلاء على تعبهم معانا في السيزون كله. ميدا أحمد، بلعب في النادي الأهلي 12 سنة بنات، ومبسوطة إن احنا خدنا كاس السنة دي الحمد لله وطلعنا أول. مثلي الأعلى كابتن آية الشامي، واحب اشكر كابتن ياسر وكابتن نجلاء على وجودهم معانا السنه دي. انا اسمي جودي عفيفي، بلعب تحت سن 12 سنه بنات في النادي الاهلي، وفرحانه قوي ان احنا خدنا مركز اول وكاس، وكله بفضل ربنا وكابتن ياسر وكابتن نجلاء، وانا مثلي اعلى كابتن تاني صوص. انا اسمي كارن جنيدي، بلعب فولي بول الاهلي، وانا مبسوطه قوي ان احنا كسبنا بطوله كاس وجبنا ميداليه، و thank you كابتن يسرى وكابتن نجلاء، و my role model is Alicia Glass. أنا سارة شريف، أنا بلعب تحت 12 سنة
انا فرحانه جدا ان احنا خدنا الكاس السنه دي وعقبال كل سنه ان شاء الله. مثلا الاعلى كابتن ياسر عبد الكريم، احب اشكرها جدا هي وكابتن نجلاء على تعاملهم معايا الموسم ده. انا اسمي ميجي هشام، بلعب تحت 12 سنه في النادي الاهلي، ومبسوطه جدا ان احنا خدنا المركز الاول بفضل كابتن نجلاء وكابتن ياسر بعد فضل ربنا، واحب اشكرهم جدا على المجهود اللي عملوه معانا اللي خلانا نوصل للمستوى ده. ومثلا الاعلى كابتن عبد الله عبد السلام. نور حمدي صوفي، وبلعب كره طايره تحت فريق 12 سنه بنات، وانا مبسوطه قوي ان ربنا وفقنا وكسبنا البطوله. وانا بشكر كابتن نجلاء فوزي وكابتن نصر عبد الكريم قوي، وانا مثل الاعلى كابتن حمدي.